هجوع هجوع انفجستري. هو ده يلا يلا يلا. يحمل عنوان المؤامرة السياسية ضد التخلف، والذي يقدم فيه معيقات التنمية وكذلك الحلول الممكنة وشروط تحقيق الطفرة الاقتصادية والتنموية بالمغرب. روبورتاج خالد نجدي وعادل بوسكي. المؤامرة السلمية ضد التخلف هو الكتاب الجديد للكاتب يونس فنيش. كتاب من الحجم الكبير يحتوي 50 صفحة، ويريد منه مؤلفه إثارة الانتباه لآفات تعرقل التقدم وتسليط الضوء على فرضيات وشروط تحقيق التنمية الاقتصادية. المغرب يتحرك منذ 10 سنوات، ورأيت أنه لا من واجب كل مواطن أن يساهم في هذا الحراك بفعل بالاتجاه الصحيح، ولا سيما أن لدينا بعض الانحرافات والأفكار كثيرة ولكنها مبعثرة في لدى الجميع، يجب تجميعها وإعادة ربما صياغتها من صوب الصالح العام والمصلحة العامة. يونس فنيش ودع كتابه أسلوبا سلسا وعبارات قريبة التناول وفكرا مبسطا مقطرا، واعتمد في تحليله للشروط التي تقود إلى بناء المغرب المتجدد على عصارة تجربته الخاصة ووثائق ومصادر متنوعة. هذا الكتاب يمثل بالنسبة للباحثين المغاربة مرجعا هاما، بحيث أنه يقدم لنا خريطة الطريق للعمل في سبيل يعني قيام مغرب حديث متطور يتطلع إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث أن عنوان الكتاب هو يعني أنه يبحث في انقلاب أبيض ضد التخلف، يشكل فعلا إضافة مميزة بالنسبة لما تشهده الساحة المغربية من التطورات، ولا سيما بخصوص أولا القضية الدستورية، بخصوص كذلك ظاهرة محاربة الرشوة واستغلال النفوذ. الكتاب الجديد ليس أول إنتاج لفنيش، فقد أذكر فيما مضى أعمالا عديدة أبرزها بحثا عن الحقيقة والحياة والموت، أعمال يحقق من خلالها تواصلا بين الذات والوطن، ويؤكد أن هذا الأخير ليس جغرافيا وخطوط طول وعرض، وإنما انتماء وإحساس يعيشه ويضع في سبيل. حبيبي طه شتي. ونواصل المسائية بالحدث الرياضي البارز في هذا المساء، الفرحة العارمة بملعب مراكش.